أعزائي المشاهدين، نتحدث إليكم في هذه الحلقة عن علم عراقي كبير كان له أهميته ليس في وطنه العراق فحسب، وإنما امتدت أهميته وعرف فضله كثير من العلماء في أقطار العالم، لا سيما في روسيا وفي بلاد البلغار وفي مناطق أخرى، فعني به علماء تلك الأقطار ونشروا كتابه الذي سنتحدث عنه بعد قليل، وترجموه إلى لغاتهم، لأنه قدم إضاءات كبيرة ومهمة لتواريخ تلك الأمم لم يذكرها ولم يضيئها أحد حتى من مؤرخيهم هم أنفسهم. لذلك يعد هذا العراقي البغدادي النابه الكاشف الأول لكثير من تفاصيل تاريخ تلك الشعوب. ذلك هو الجغرافي الرحالة الشجاع أحمد بن فضلان. أحمد بن فضلان لا نعرف أيضا يعني شيئا عن نشأته، إلا أنه فيما يبدو كان ضابطا في الجيش العباسي، لأنه شارك في الفتوحات وفي الأعمال العسكرية التي كانت تقودها يقودها ذلك الجيش في نواحي آسيا، حتى يعني وصلت إلى نواحي حدود الصين. كانت له خبراته في معرفة جغرافية تلك الأماكن بحكم كونه ضابطا مرموقا في ذلك الجيش، بل أنه كان مساعدا لقائد الجيش العباسي محمد بن سليمان، ويبدو أنه اكتسب خبراته من تلك الأعمال العسكرية وجولاته في تلك الأماكن. تبدأ قصة هذا الرجل النابه، القصة الحقيقية يعني البداية الفعلية لحياته، للمرحلة المهمة من حياته، حينما أرسل ملك البلغار، وكانوا يعيشون في على سواحل نهر الفولغا، منطقة باردة وبعيدة عن العالم الإسلامي، أرسل إلى بغداد إلى الخليفة المقتدر يطلب منه أن يعقد حلف بينه وبين الخلافة في بغداد من أجل الحصول على دعم الدولة العباسية، دعم الخلافة العباسية له للبلغار ولسكان نهر الفولغا الروس وما كانوا يسمون السلاف أو الصقالبة، ضد دعمهم، ضد القوى التي كانت تهدد أمنهم وتعتدي على بلادهم و حرماتهم وأموالهم، مما كان يعني يشكل خطرا لا يمكن لهم دفعه إلا بالاستعانة بهذه الدولة، الدولة العباسية. كانت هذه الفكرة من إرسال ملك البلغار وفدا إلى بغداد يلتمس من الخليفة المقتدر أن يدعمه وأن يساعده بإرسال بعثة كبيرة من العلماء ومن غيرهم الذين يمكن لهم نشر الإسلام في بلاده والارتباط نهائيا بالدولة الإسلامية العباسية، وكان يطلب أيضا مهندسين لبناء قلعة هناك، لأنه لم يكن سكان تلك المناطق يعرفون إلا الخيمة من الفراء يسكنون فيها، فاحتاج لأن يبني قلعة ليتخذها مركزا عاصمة له من تعديات مملكة كانت معادية لهم وهي دولة الخزر. هذه الدولة كانت تعتنق اليهودية يعني، وكانت تشكل خطرا على سكان تلك النواحي. أراد أن يبني قلعة حصنا يتحصن به من شر تلك الاعتداءات وطلبات أخرى. استجاب الخليفة المقتدر لهذه الطلبات وشكل وفدا برئاسة أحمد بن فضلان صاحب هذه السيرة الوضائة، ومعه عدد من
من الرجال الكفؤين، واضح أنهم جميعا من أبناء تلك النواحي التي سيقصدها الوفد. كان منهم واحد روسي لقبه الروسي، هذا كان يعني روسيا فعلا، ولكنه عاش في بغداد وتعلم العربية وترقى في المناصب في دار الخلافة، فوجدوا أنه يمكن أن يؤدي دورا مهما، على الأقل أنه يعرف لغة تلك البلاد تلك الشعوب. وكان رجل آخر لقبه الصقلبي، والصقلبي يعني السلافي، وبالتالي هو أقرب إلى سكان تلك المناطق أو تلك الشعوب. وكان هناك رجل آخر اسمه بتكين، وهو تركي من سكان تلك النواحي ما وراء النهر وهذه المناطق البعيدة، فهو الأدرى بلغة الأتراك في تلك المناطق. اختيرت إذن اللجنة التي تقود هذه البعثة أو هذا الوفد عن دراية يعني واختيار موفق، وجعل ابن فضلان. ابن فضلان هو الوحيد الذي لم يكن يعرف إحدى لغات تلك الشعوب، إنما أولئك الذين كانوا بمعيته كانوا يتقنون التركية والروسية وغيرها من ربما من اللغات. هو كان يتميز على ذلك بعلمه الواسع بجغرافية الأماكن التي سيمر بها الوفد، ويتميز بعلمه بالشريعة الإسلامية وبالقرآن وبالحديث وبغير ذلك، لأن ملك البلغار كان يطلب عالما لينشر الدين الإسلام في تلك بين أقوامه التي كانت تخضع لحكمه. فاختار ابن فضلان لأنه كان مثقفا وله تجربة في ارتياد تلك المسالك، وكان عالما مسلما يعني موثوقا بعلمه. خرج الوفد من بغداد سنة 309 للهجرة، وطبعا إضافة إلى هؤلاء الأربعة كان معهم عدد كبير من يعني من مختلف الاختصاصات، حراس وخدم وطباخين وعدد كبير ممن أوكلت لهم أدوار ما إذا ما وصلوا إلى تلك الأنحاء. ولكن هذا العدد حقيقة سنجد أن أكثر هؤلاء توفوا نتيجة الظروف الصعبة التي مر بها هذا الوفد بسبب البرد الشديد الذي يعني دوهموا به هناك. على أي حال، تحرك الوفد في عام 309 من بغداد وتقدم شرقا. أول محطة نزل في منطقة كانت تسمى الدسكرة، والدسكرة هي بلد من أعمال المقدادية اليوم، واستراح قليلا ثم تقدم إلى منطقة حلوان، وحلوان هي درتنج في داخل الأراضي الإيرانية اليوم، ومن هناك إلى كرمانشاه وإلى همدان. ومضى هذه القافلة باتجاه يعني شرقا وشمالا بخط متعرج حتى وصلت إلى الري قرب طهران، ومن هناك إلى مرو، ومن هناك تقدمت باتجاه بلاد الترك. وكان كثير من القبائل التركية في ذلك الوقت لم تكن قد اعتنقت الإسلام بعد، وكانت بلادها تعد مخطرة ويمكن أن تشكل خطرا على الداخلين فيها. لذلك كانت مهمة الوفد صعبة ومحفوفة بالمكاره. ثم أن فصل الشتاء بدأ يعني يضايق الوفد بالبرد والصقيع والثلج وإلى غير ذلك، مما شكل يعني صعوبات جديدة أمام هذا الوفد. لم يكن تمة يعني كثيرون يرحلون إلى تلك المناطق القاصية، خاصة في هذا البرد الشديد التي يعني اتسمت به تلك البلاد. حقيقة من جملة ما حمله أو نقلته هذه القافلة كمية كبيرة من الأدوية، لأن ملك البلغار لم يكن يملك دواء ولم يكن في بلاده شيء اسمه دواء. يعني انظر إلى مستوى الحضارة في بغداد في ذلك الوقت، ينقلون الأدوية إلى تلك المناطق لتكون علاجا للمرضى هناك. والوفد تقدم بهذا الاتجاه حتى
وصل إلى تلك القبائل، أرض تلك القبائل التي يعني التي كانت تشكل حقيقة خطرا كما ذكرنا على من يسلك مسالك بلادهم. المهم هنا بدأت رحلة ابن فضلان في جانبها الثقافي، شرع يسجل بدقة عادات تلك القبائل في كل جوانب تلك العادات، يعني حتى سجل مأكلهم ومشربهم وملابسهم، ووصف وجوههم، ووصف عادات دفن الموتى، وكلما تقدمت القافلة في طريقها واتصلت بقبائل وبأقوام كان هو يرسم صورة تلك صورة الحياة لدى تلك الأقوام بعبارات دقيقة مؤدية للمعنى، حتى جاءت رحلته هذه التي سجل فيها هذه التفاصيل مكتنزة بالصور الدقيقة لتلك الأقوام التي لم يسبق أن أرخ لها، لا من أهلها بالطبع كانوا لا يعرفون الكتابة، ولا من غيرهم من الشعوب. أخذ ابن فضلان يسجل بدقة ما كان يشاهده في طريقه هذا، كان يقيم يعني القافلة كانت تستريح هنا وهناك، فيتيح له ذلك أن يفصل في هذه الشؤون، حتى إذا ما وصل إلى الجهة المقصودة إلى بلاد الروس وملك البلغار وسواحل نهر أتل، يعني هو نهر الفولغا، استقبل هناك استقبالا كبيرا، والملك كان يعني متهيئا، أو ربما كان قد اعتنق الإسلام قبل ذلك، ولكنه يعني احتفل به باعتباره كان يمثل الخليفة المقتدر، ودعاه إلى أن ينشر الإسلام في بين يعني حاشيته وبين شعبه. وبالفعل يعني أثناء ما كان الوفد يقيم هناك اعتنق بعضهم الإسلام وتسموا بأسماء عربية إسلامية، وحتى الملك أيضا غير اسمه إلى اسم إسلامي عربي، وأقيمت للوفد الولائم هناك، وقرأت رسالة المقتدر في اجتماع حاشد حضره الأمراء المنطقة والقادة، وكان هذا يمثل يعني ذروة ما كان يعني يطمح إليه هذا الملك من دعم، من الحصول على دعم الدولة العباسية الدولة الإسلامية له. وأقام ابن فضلان هناك وهو يتأمل تلك الشعوب التي لم يكن أحد قد سمع بها، سجل عاداتهم كما هو شأنه، سجل تفاصيل عديدة حتى الحياة الخاصة للملك، يعني ما اطلع عليه ما وصل إليه سمعه سجله، مكانة المرأة في تلك الشعوب، وفوجئ بأن المرأة لم يكن لها يعني لم تكن لها الأهمية التي يفترض أن تكون لها، يعني حينما يموت الشخص تقتل زوجته، أما تغرق أو تحر أو تحرق بمجرد أن يموت زوجها. فاستغرب من هذه العادات، لاحظ أنهم كانوا يعني يفتقرون إلى أي إحساس بالنظافة الجسدية، كانوا قذرين كما يصفهم، لا يعرفون الاغتسال ولا الغسل، وملابسهم التي يلبسونها تهترئ على أجسادهم حتى يلقونها ويلبسون غيرها، لم يكونوا يعرفون شيئا من هذا. حتى الخياط الذي كان يعني يفصل البدلة للملك كان بغداديا، الغريب أنه لم يكن لهم حتى علم بالخياطة، حتى الذي كان يقوم بهذا كان بغداديا يتقن فنون الخياطة من وطنه بغداد. لاحظ مآكلهم أنها يعني بسيطة جدا، وتعتمد على زيت السمك وليس على السمن وأنواع الزيوت، مما جاء طعامهم كله زنخا. سجل ملاحظات كثيرة حقيقة في رحلته، نمت عن شيء مهم،
وهو ارتفاع مستواه الحضاري ومستوى الوفد الذي معه الحضاري تجاه المستوى المتدني لتلك الشعوب. يعني مثلا استغرب جدا أنهم لا يعرفون بناء المساكن، يسكنون في خيم من الفراء ولا يعرفون غيرها، مع أن بلادهم باردة جدا لكنهم لا يعرفون فن البناء. لذلك طلب الملك من ابن فضلان أن يبعث إليه الخليفة المقتدر ببنائين ليبنوا له حصنا يحتمي به، لم يكن في بلاده من يعرف أن يضع حجرا على حجر ليبني جدارا يحتمي وراءه. ابن فضلان سجل لنا في هذه الرحلة الشائقة جدا التباين الحضاري بين الحضارة المزدهرة اليانعة في العراق وفي العالم الإسلامي وبين ذلك المستوى المتخلف جدا الذي وجد عليه شعوبا كثيرة من السلاف والروس وأتراك ما وراء النهر ممن كانوا يعيشون في ظل جهل مقيم وتخلف كبير. أيضا من الملاحظات التي سجلها ابن فضلان طريقة دفن الناس، يعني وحقيقة وجدها تتسم بشيء كثير من القسوة والبشاعة. يعني إذا مات الملك حشروا معه زوجته أو زوجاته ووضعوا في زورق وأحرق الزورق بمن فيه وماتوا غرقا وحرقا، يعني أشياء كانت حقيقة تشمئز منها نفسه، ولكنه سجلها بأمانة ودقة. وجد وقتا لكي يترك يعني هذه الدولة، دولة البلغار والروس، ووصل إلى مملكة الخزر. مملكة الخزر كانت معادية لدولة البلغار أصلا، هو عدائها هذا هو كان السبب في رغبة ملك البلغار في أن يطلب الدعم من الخليفة المقتدر، ومع ذلك نفاجئ بأنه استطاع أن ينفذ إلى تلك البلاد، بلد الخزر، وهي بلاد كانت تقع بين بحر قزوين والبحر الأسود. فوصف ما وجده هناك كعادته وصفا دقيقا لتقاليد وعادات شعب الخزر، مع أن هذا الشعب كان يدين باليهودية ولكن عاداتهم كانت في الغالب وثنية تماما، لا علاقة لها بأي دين من الأديان السباوية. سجل ابن فضلان هذا كله وقفل راجعا بعد أن أتم مهمته خير إتمام. كل شيء يعني كان كما قدر أن ينتهي إلا شيئا واحدا، أن ملك البلغار كان يطلب مهندسين ولم يكن في الوفد يبدو من المهندسين من قام ببناء هذا الحصن المنشود. يعني عدا هذا وأدى الوفد مهمته وانتشر الإسلام في ربوع تلك البلاد نتيجة هذه البعثة التي كانت تضم فيها عددا كبيرا من أهل العلم هناك، حتى أنهم غيروا أسماءهم إلى أسماء عربية وتركوا أسماءهم الأصلية. عاد الوفد إلى بغداد ليقدم للخليفة المقتدر تقريرا مفصلا عما وجده في تلك البلاد، وهذا التقرير يبدو أنه هو المادة الأساسية لرحلته، رحلة ابن فضلان. عني المستشرقون قبل غيرهم بنشر هذه الرحلة وبترجمتها، ترجمها المستشرق كراتكوفسكي إلى الروسية وترجمها ونشرها المؤرخ التركي زكي وليدي طوغان، ووجدت انتشارا حتى حققها الأستاذ أحمد سامي الدهان الدمشقي ونشرها محققة في العربية وشاعت بعد ذلك. أعزائي المشاهدين، هذا واحد من أعلام العراق في القرن الرابع للهجرة، وهو جدير بأن يكون موضوعا لدراسات مختلفة، وقد حظي بدراسات من المستشرقين كما ذكرنا. وإلى حديث آخر، نستودعكم الله
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.